في إطار الذكرى الخامسة لتأسيس حزب الوفاق الوطني الشعبي، قام أعضاء الحزب بغرس عدد من الشتلات بقرية تبن التابعة لمقاطعة حراز البيار بولاية حجر الليميس. وتهدف هذه العملية إلى الاهتمام بالبيئة ومحاربة التصحر والجفاف عبر غرس عدد من الشتلات. لأول مرة يمكن الشدر هو سي يعني حزب اجتماعي وديمقراطي، لكن عنده نظرية في مجنان الشدر يعني في البيئة. هذا وأن عملية الاهتمام بالموارد الطبيعية هي واحدة من أهداف حزب الوفاق الوطني الشعبي.